بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. موضوع النهاردة يا جماعة ان شاء الله عن بيض الشبع في الحمام. طبعا كلمة بيض الشبع او حصى الشبع او النتاية حصة شبع، ناس كثيرة جدا بتسمع الكلمة دي ومش فاهمة يعني ايه حصى شبع، ولا يعني ايه نتاية حصة شبع، ولا يعني ايه الحمام بيحصى شبع. فانا النهاردة ان شاء الله هشرح لك الموضوع ده وهوريه لك عملي، تمام؟ فخلينا في البداية كده نعرف معنى المصطلح. كلمة حصى يعني البيض، بيض الحمام، تمام؟ شبع دي بقى ليها علاقة بإيه؟ ليها علاقة إن النتاية باضت وهي من غير ذكر، تمام كده؟ فمعنى لما حد يقول لك إن النتاية حصة شبع أو الحمام حصة شبع، يبقى الحمام ده حصة من غير ذكورة، النتاية ديت حصت من غير ذكر. فالطبيعي دلوقتي عندنا إن إحنا كغوات حمام فرخ مثلا بنيجي في فترة القلش أو فترة البرد الشديد او فتره تغير الجو، يعني لما تكون الجو مش حلو كده والحمام بيقلش وبتاع، بنبدا ان احنا نفصل الذكر عن النتايه ونحط النوتي في مصطبه ونحط الذكوره كل واحد في سلاكه، زي ما انا عامل كده مثلا ذكر هنا ذكر هنا ذكر هنا ذكر هنا، الكلام ده كده في السلاكات اللي عندي كلها، تمام؟ والنوتي عندي مثلا كل 3 4 نوتي في سلاكه مع بعض، 3 نوتي في سلاكه، 4 نوتي في سلاكه، 2 في سلاكه، مفيش اي مشكله، بنحطهم بنجمعهم على بعض في سلاكات. طيب اللي بيتم ايه بقى بالظبط؟ اللي بيتم ان النوتي وهي معزوله في السلاكه لما بتاكل كويس، بتتغذى كويس، بتاخد فيتاميناتها، الحمام بيخلص قلش، تبدا ان هي الحمامه خلاص بقى جاهزه للانتاج، هتلاقي ان النوتي عندك بدات تبيض. فهنا احنا بنقول ايه؟ حصه شبع، تمام كده؟ يعني الحمام عندنا لما بنعزل والحمام بيبدا ان هو ياكل ويشرب ويتغذى وتلاقي النوتي باضت من غير ذكوره، بتعرف كده ان البيض ده بيض شبع. يعني ايه بيض شبع؟ يعني بيض ما فيهوش تخصيب، تمام؟ بتبيض لوحدها من غير ذكر خالص، من غير تزاوج مع اي ذكر تاني، بسبب ان هي متغذيه كويس واخده فيتاميناتها وعنقود البيض عندها جاهز للبيض وجاهز للانتاج وجاهز للتخصيب. ففي الوقت دوت لو انت خدتها اديتها لاي ذكر هي خلاص جاهزه للتزاوج وللانتاج. فتلاقي حتى لما يكون حد عارض حمام فيه نوتي مثلا يقول لك نتايه مثلا محصيه شبع، حصت مره شبع، حصت مرتين شبع. فانا لما بلاقي حد مثلا عارض حاجه مخلصه ريش لازم اساله حصت شبع قبل كده ولا لا؟ ما هي لو ما حصتش شبع تقلقني انا، يعني انا دلوقتي لو ببيع لك مثلا نتايه ايا كان نوعها وبقول لك النتايه دي مخلصه ريش، لازم اقول لك النتايه دي مخلصه ريش مثلا بقى لها قد كده، حصت مره حصت مرتين شبع. ليه؟ لان هي لو ما حصتش شبع الموضوع هنا هيبدا ان هو يبقى مقلق. ليه؟ لان النتايه خلاص الحمد لله خلصت ريش، وصلت لسن التزاوج والانتاج، المفروض ان عنقود البيض عندها جاهز ان هي تبيض، تمام كده؟ فطبعا تقلقك ان انت تلاقي حمامه مخلصه ريش نتايه ولسه ما حصتش شبع. ليه؟ لان هي ممكن يكون عندها كده مشكله في الانتاج، لان في الوقت ده المفروض ان الحمامه خلاص عنقود البيض عندها جاهز ومفروض ان هي تبيض، لو ما بيضتش يبقى عندها مشكله في عنقود البيض. فاحيانا انا بقلق، يعني لما باجي اخد من حد حمام ويكون مثلا خلص ريش ولسه ما بطش شبع بقلق منه. طيب احيانا برضه يا جماعه بيكون في حمام عليه 4 ريشات او 3 ريشات او ريشتين او ريشه، وابص الاقي الحمام ده باض، تمام كده؟ النوتي دي بدات ان هي تبيض، فبرضه هنا بنسمي ده بيض شبع. النتايه لما تبيض وهي عليها ريش برضه بنسميه بيض شبع، مش لازم يعني النتايه تكون مخلصه ريش وتبيض شبع، احيانا بتبيض شبع كمان قبل ما تخلص ريش، وده بيحصل عندنا كتير. وعند اي غاوي حمام هتلاقي ان عنده احيانا النتايه عليها 5 ريشات 4 ريشات 3 ريشات ريشتين ريشه، تبص تلاقي النتايه دي راحت بيضه لوحديها، ممكن تبيض بيضه واحده، ممكن تبيض البيضتين عادي خالص، ممكن تبيض بيضه صغيره جدا، فدي برده بنسميها ايه؟ حمامه باضت شبع. فطبعا يا جماعه موضوع البيض الشبع او الحصى الشبع ده بيعتمد في الاول وفي الاخر على التغذيه، عشان كده بنسميها حصى شبع او بيض شبع، لان الحمام شبعان واكل كويس متغذي كويس واخد فيتامينات ما عندوش اي مشاكل مش ناقصها اي حاجه النتايه، فما شاء الله تبص تلاقي النتايه من صحتها ومن جمال صحتها تلاقي النتايه بتبيض لوحدها. فتعالوا دلوقتي اوريكم بعض الحمام اللي عندي، لان انا فاصل طبعا الاصوص عن بعضها، هوريكم بعض النوتي اللي عندي اللي محصيه شبع ونشوف الموضوع بعينينا عملي، واقول لكم بنعمل ايه في البيض ده. فيلا بينا نبدا بسم الله، وما تنساش تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه، ويلا بينا. بسم الله ما شاء الله. طبعا زي ما احنا شايفين كده مع بعض دولت نتايتين نفاخ، نتايه نفاخ سيلفر ونتايه نفاخ سودا، ما شاء الله زي ما احنا شايفين النتايه السودا ديت محصيه حصوايه اهي، تمام كده، واقفه فوقيها وعليها ما شاء الله الحصوايه الثانيه. بجس برده ما شاء الله النتايه السيلفر لقيتها عليها حصى لسه بريشت مثلا قدامها يومين او ثلاثه وتبيضها، تمام. فزي ما احنا شايفين بفضل الله ده يا جماعه اسمه حصى شبع او بيض شبع. بص ما شاء الله النتايه واقفه على البيضه ازاي، عايزه ترقد عليها وتحضنها، تمام اهي ما شاء الله.
ربنا يبارك لنا ويبارك لكم يا رب جميعا. برضو ما شاء الله اهو في هنا ثلاث حتت اهم، منهم حته بيضه، البيضه اللي في الارضيه دي تمام، تقريبا النتايه اللي نافخه دي عشان كده بتضرب الحمام تمام، عشان البيضه بتاعتها بتضرب الحمام. البيضه على الارضيه اهي تمام كده، وان شاء الله النتايه هيكون عليها البيضه الثانيه، او ممكن ما يكونش عليها البيضه الثانيه. احيانا بيض الشبع بيبقى بيضه واحده بس تمام، بتبقى بيضه واحده بس بدايه عنقود بيض او حاجه، فده طبيعي ما تقلقش منه تمام كده يا جماعه. زي ما شفنا مع بعض دي النوتي عندي محصيه شبع من غير ذكوره، انما حمام التحضين مثلا لما يبيضوا وهم ذكروا النتايه مع بعض فده ما يتسماش شبع، لان هو ده الطبيعي بتاعهم ان هم طالما ذكروا النتايه مع بعض سواء التوجن موجود او التوجن مش موجود فهم كده كده لازم هيبيضوا. انما اللي يتسمى شبع لما يكونوا نوتي معزوله، سواء نتايه لوحديها او نتايتين او ثلاثه او اربعه مع بعض، وتلاقي منهم واحده باضت شبع او اتنين باضوا شبع، فده عادي جدا ما فيش اي مشكله. البيض دوت ما بيكونش فيه تخصيب وما لهوش اي لازمه، بناخده نركنه على جنب او ناخده نرميه او ناخده ناكله. في ناس طبعا بتحب تاكل بيض الحمام عشان ما حدش يقول لي انت بتقول ايه تمام كده، فهو البيض هيبقى فاضي ما لهوش اي لازمه. طيب هتقول لي يا ابو مريم لو انا دلوقتي النتايه جستها ولقيت عليها البيضه لسه بريشت طريه، ينفع اديها للذكر فالذكر يخصبها فتبيض البيضه مخصبه؟ هقول لك لا طبعا، النتايه بتخصب قبل ما تبيض بكذا يوم، فحتى لو النتايه باضت بيضه ولسه هتبيض البيضه الثانيه بعد يومين، لو جوزتها للذكر برضه هتبيض لك البيضه فاضيه من غير تخصيب، لان لازم يكون الذكر خصب او كسر على النتايه قبل ما تبيض مثلا باربع خمس ست ايام تمام، مش يوم او يومين هتلاقي البيض متخصب تمام كده. فالحاله ديت هنعمل ايه؟ زي ما قلت لكم بنستنى لحد ما النتايه باضت البيضه او باضت البيضتين وناخده نركنه او ناخده نرميه، بعد كده بنبدا ان احنا ناخد النتايه ونلاقيها على اي ذكر، يعني نجوزها لاي ذكر، وان شاء الله العش اللي بعديه 10 12 يوم هنلاقيها باضت تاني، وان شاء الله البيض التاني ده هيطلع مخصب بدون اي مشاكل باذن الله تمام كده. فطبعا يا جماعه البيض الشبع دوت اشاره على ان الحمام خلاص اكتمل نموه واكتمل الجهاز التناسلي عنده وجاهز ان هو يشتغل ويتزاوج تمام. فلما تلاقي عندك سواء نوتي انت عازلها او نوتي بدات ان هي تخلص ريش وتبيض شبع، خلاص كده تعرف ان هي جاهزه ان هي تتزاوج وتنتج تمام. ففي الحاله دي بناخدها بنبدا ان احنا نجوزها، بس طبعا يفضل لو هي النتايه لسه عليها ريش بنسيبها لحد ما تخلص ريش خالص وتقفل الصمايم اللي هي اخر ريشه، وبعد كده نبدا ان احنا نجوزها عشان طبعا ما ياثرش عليها فيما بعد بالسلب، او ان هي تبقى خبرتها ضعيفه في التحضين فطبعا تسيب الزغاليل تموت او الكلام ده تمام كده يا جماعه. فده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استفدنا منه. ما تنساش اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد، وكمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه. ولو عندك اي استفسار او محتاج موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو، وكمان ما تنساش تشترك في قناتي الثانيه، اللينك بتاعها في صندوق الوصف تحت الفيديو وفي اول تعليق مثبت. مستنيك على القناه الثانيه، خش على اللينك هناك وقول انا جاي لك من قناه الحمام عشان ارحب بيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.